والنفوس مش صافية، وشكلها كده عركة كبيرة من أهل العريس وأهل العروسة، وهنطلع النهاردة ب30 محضر. يا عم اختف أنت. بقوم 31. ألف مبروك يا عريس، ألف مبروك. أمال فين العروسة؟ يا ريتني ما سألت. أهلا وسهلا يا باشا. أوعى أنت كده. أوعى أهلا يا باشا. اتفضل عند أهل العروسة. لا اتفضل عند أهل العريس. اتفضل يا باشا عند أهل العروسة. عند أهل العريس. ولا أهل العريسة ولا أهل العروس. أنا هقعد في أرض محايد. ومالك؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ألف مبروك. الله يبارك فيك. إيه يا إخواني؟ دي البلد مقلوبة بره، مالكم؟ إحنا جايين نهدي النفوس. بعدين يعني أنتوا برضو أهل وحبايب ومهما كان دليلة العمر، ها؟ رواق. لا مؤاخذة سعادة الباشا. الفرح بصراحة ما يليش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان. ده خلى رقبتها زي السمسمة. ايه على ناحية الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم. انت تقصد ايه بالكلام المسخ ده؟ بذمتك يا سعادة الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانسي عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجة يبقى راجل ناقص واطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله اكبر. سعادة الباشا قال الحقيقة. يا راجل يا معفن. كلم الحاج. يا نيتن. كلم الحاج. يا تحفة. ما هي كلم الحاج هتقول ده مرمطك. مش هين عليك تبيع قيراط من القيراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي اتحرق القيراط، هو في اغلى من الضلر. ايوه قول له يا باشي بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي كان دافع مهر عالي يليك ببنتي. لا إيه؟ كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. لا هقول له. هقول دفع 500 جنيه. صراحة يعني ده مبلغ قليل فعلا. معلش يا حاج، ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش اكتر من كده. لا 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 يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه؟ هي حصاله اعراض. ايه ده؟ احنا فين ده اعراض؟ طب وعلي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جد. دخلنا في اعراض. الله 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 الله. ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعة؟ اهدوا بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده. ما تحسسونيش ان انا السبب. مش عشان فكرنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 محضر يا اخوانا. مش كده ما يصحش حاجات تافهة تأثر فيك. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زبالة قاعدين فيه. تعالى 18 محضر. انت يا بلدينا 19 محضر. ايه بلدينا دي؟ انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي السباعي، المخبر الخصوصي الضابط بسيوني، راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. إيه لكن ما قلتليش انت مين بقى؟ لا انا بفضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا نهار اسود يا باشا، اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني، ويتنيل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الظابط البسيوني بتاعك؟ بيولعها جوا يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر. ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الظابط البسيوني فين. ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. انتباه يا عسكري. مش انتباهي بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. انت عسكري يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان فضفضتوا مع بعض. ما انت قلت له يا معفن. قال لك يا نتر يعني الشتيمه ما تنفعش. مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ مالك باشا؟ كمان يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه مش قادر والناس بتبوظ بعض وانت واقف تتفرج على الظابط. انت يا ريت انك بتضرب بكرسي. انا عارفك وعبيتك في الحجز يا فندم. لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15، اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجدت باشا اتصرف بسرعه يا الظابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه. قلت لك اديني البدله خليني امشي.
اقول لك خليها لك، انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه. هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وفي صدرك، شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. تفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اقعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكمه ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس، يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشريه. انا كنت فاكرك وحش لما ازرعك في وسط شويه عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعه هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين انا الاول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك، الاول على دفعتك 4 سنين، ما هي دي المصيبه، دي الكارثه اللي مش هتخليك تصلح للمهمه اللي انا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصه من فضلك، انا ما خدتش فرصه حقيقيه اثبت فيها كفاءتي. انا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم انا من بكره الصبح حاول في اجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل؟ اه بتعصبك يا فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم؟ يا فاشل صيحت لي في المكان. انا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب انا عايزك تلبس هدومك يا باشا. ومش مديني أي فرصة يا أبلة فوزية، على طول بيحبطني كده وبيخلي ثقتي بنفسي تقل. يعني النهارده مثلا سبت عملية ورحت نفذت له مهمة، بدل ما يشكرني بيهزقني قدام بسيوني بسيوني، رغم إنه عارف إنه صاحبي ودفعتي. معلش يا حازم يا حبيبي، هو نجدت كده طول عمره بيحرجني قدام أهلي. فين أهلك دول يا مدام؟ ردي عليا، فين أهلك؟ ده غبي بقى بسيوني لبط وواطي. انت عاوز تلبسني في الحيطه؟ اعمل لك ايه يا ابي؟ ما انت مش عايز تنقلني عندك المكافحه، وانت عارف ان انا شاب مكافح وقد كل حاجه، وحطيته مكاني فاضطريت اكذب واخبط في الدفعه كلها. تكذب عليا؟ عاوز تضيع مستقبلي ومستقبل اختك الغلبانه دي؟ انا عارف ان اخرتها هتنقل موسيقى الشرطه، وانا ما في صحه ان افخي الكلارينيت. ما تقلقش يا ابي، ابقى انفخ انا مكانك. لسه بتهزر؟ انت بيهزر، اخوك بيهزر. تعال تعال يا حازم، تعال تعال هفهمك بالعقل كده يا بيه. كده يا بيه بوظت لي الرجيم يا بيه. يا فندم انت عصبي معايا قوي، يعني اديني فرصه. تتخطاني تروح تقابل السيد مساعد وزير الداخليه؟ بتورطني فيك؟ اسمع بقى المهمه اللي انت متماسك بيها، وريني هتعملها ازاي. اقوم امشي يا فندم؟ يا ريت والله، شكلك كارهني. والله يا ريت تمشي، انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي ان انا اعمل ايه؟ بتورط فيك. جامعه دي اسمها جامعه الصفوه الدوليه، في عيال في الجامعه دي متورطين في شراء مخدرات من بره. الوسيله اللي بيجيبوا بيها المخدرات لسه لغايه دلوقتي احنا ما نعرفهاش. هدف المهمه يا استاذ بسيوني الدخول بسرعه وسط الشله بتاعت العيال دي. طارق الكرمي الشهير بفرق مانشستر ده عامل لي فيها زعيم الشله، وبايظ ابو امه عايشين في الخليج بس بيصرفوا عليه ببذخ. دي بقى يا سيدي مايا عبد الحميد، ابوها راجل اعمال كبير بس بنت غريبه غريبه وتصرفاتها اغرب منها. ده بقى حمزه عبد الحق الشهير بحمزه مارتن، مطرب فاشل بس عامل فرقه وبيغني فيها. انجي صلاح السهلي دي أهم واحدة في الشلة، حفلات العيال دايما في بيتها هي. العيال دي بقى علشان تعرف سرهم وعلشان يحسوا بالأمان من ناحيتك لازم يحسوا إن أنت الزعيم عليهم، والزعامة دي ما تجيش إلا من قلب أسد. قلبك هيبقى أسد؟ شوف يا فندم والله أنت لسه ما شفت قلبتي. هتبقى قلب أسد؟ هفاجئك. يا ريت تفاجئني يا بسيوني. أنت خدت كل المعلومات، وريني بقى هتستعد للمهمة دي ازاي. ايه